مرحبا، اليوم حابة أشارككم تجربتي مع الإجراءات التجميلية بشكل عام. هلأ أنا أول ما بلشت أشتغل مع دكتور صفوان ما كنت صراحة كثير مهتمة بالأشياء التجميلية، ما كان عندي يعني الأشياء البسيطة اللي كل بنت بتعملها، أما إجراءات حق إنه هيك بالمرة ما كان عندي أي اهتمام وكنت نوعا ما ضد الموضوع. بس صراحة لما قرأت أكثر عن الموضوع قرأت بطريقة علمية، مش إنه بلوجرز أو حدا بينصح بهذا الإشي، قرأت عن التركيبة، عن المواد المستخدمة، شفت الطريقة، البروتوكولات المتبعة، اقتنعت كتير بالموضوع. زاد اقتناعي أكثر إنه لما شفت البيشنتس قد ايه بيستفيدوا، وما حسيت إن أنا شفت سايد افكتس مثل ما أنا كان في بالي، لأني كنت بعيدة عن المجال وخلص في عندي صورة معينة هي هاي اللي أنا مقتنعة فيها. فلما اجيت خلص أخذت القرار إنه أنا بدي أبلش أجرب شي شغلة، فقلت خليني أبلش بأأمن إشي اللي هو البلازما. البلازما للي ما بيعرفها هي إنه بيسحبوا عينة من الدم وبيحطوها بجهاز بيفصل مادة البلازما اللي هي رح تفيد بشرتنا عن باقي مكونات الدم، بياخدوها وبتنحقن في الوجه. فأنا حكيت رح أبلش بهاي الخطوة، ومن هداك اليوم أنا بعترف إني وقعت في الفخ. صراحة كثير حبيت البلازما، كثير حبيت نتيجتها. هلأ أنا دايما بنصح المرضى الأهداف تبعتكم أو التوقعات ما تكون كتير عالية، لأنه لو كانت كتير عالية لو شو ما عملتي ما رح توصلي لهديك النتيجة. مشاكل عانينا منها سنين ببشرتنا أكيد ما رح تنحل بجلسة أو جلستين ولا إبرة ولا إبرتين. العناية بالبشرة بتحتاج مجهود وبتحتاج وقت وبتحتاج صبر. لذلك نرجع للبلازما، كتير حبيتها، كتير شفت عليها نتائج حلوة وتشجعت أجرب باقي الأشياء. فأنا من هون بحكي لكم لكل اللي مش مقتنع بكل هاي الأشياء وحاسس إنها أشياء مضرة، يقرأ عنها، يقرأ بطريقة علمية، يعرف مكوناتها وكيف تنعمل، يختار الشخص الصح والطبيب الصح المختص اللي يعمل له إياها. وأنا متأكدة إنه بعد التجربة رح يعجبكم كثير شغلات ورح تتشجعوا تجربوا أشياء تانية.